بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا فركيف يا ابن الإمام. وتقول تودالي تودالي باع. أما بويا يكي يعني أصل كي بيع أبو باع تثني كي باع جمع مذكر كي ما لماضية باعت بو غائبي مؤنث باعتا بو غائبتين بعنا بو جمع غائبة بعت مخاطب مفرد بعتما تثني كي بعتم جمع كي بعتي مخاطبي مفردة بعتما تثني كي بعتن جمع كي بعت بعنا متكلمك خرونا ما وإذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع. أو كان اللي هنا مبني للفاعل كان يا يعلى لكي زور نية باع أصل كي بيع أبو بلام لمبني المفعول يعلى لزور تي كبي فقلت صينة أصل كي صوي نبو صوي نبو صوي نبو هاتي بس لها تدامه صوي نبو بصينة شون بو ويعتلاله بالنقل والقلب ليرى ليت يبقى يتلش الحكا زور عزيت مدى يعني شي نقل وقلب صوينا دار نقلك نقلي حركي واوكبك بولاي صادك دارك نقلي حركي واوكبك بولاي صادك سلبي حركي صادك شكر صادك خوي مضمومة سلبي حركي كيبكي نقلي حركي واوكبك بولاي صادك حركة وعوك كسرة نقل قبل أي صادك معناه سلبي حركة صادك وكت دو عملية كل يرى أما بيوتر النقل باش برام أم جاك نقلك بوبا صيونة 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 شون جي واوك حركة كولي دارني بس ساكن يمينة واغش ساكن وما قبل مكسور قلب أم جاء الواو ساكن ما قبله مكسور قلب ناوية أوش كوابو يا رب القلبي بالنقل والقلبي يتربى لا شرح حكا لازم ناك على سري بوسي بو بصينة بيعا بس اعتلاله بالنخل بوسن جس لك يخوي بو يعبو بو يع نق بو ويع بو يع نخل حركية كب كب لاي بيكا بعد سلب حركتها حرك خوي بو ببيع وتو اعتلاله بالنخل فقط باش برام وتقول في المضارع يصون دسكاري نكرا وإلا يك دسكاري بتوقني بزام زاني شيئا يصون يبيع صان يصون لم دسكاري كتشيه بسكولي دسكاري كلاها ليت تحرب جوه لما بقدي وهيج خو بيركر نوايا كنا ببيعشون نوايا كنا بلا معلا بخو بيج نابي برام أبو هلا معلا مو بخير ده توي تيب قيش تاعي لي لا شيء لبك باورك أنا ودي ولا معلا في أي شيء أنا شو يتتو؟ هنا وأنا بسيطة من هذا شيء ثاني. يرون أصل كي يصونوا يصونوا يبيعوا يصونوا يبيعوا ولا أصله اعتلالهما بالنقل خوش بيت على دامه نقل كراوة نقل حركي وهو كراوة ولا يصادك بوتا يصونوا تو أو إلى التخفيف هنا وقع عنده قياس نية لبر تخفيف بلا إنه قرانا يصون يبيع أشد نقل حركي صادقة كان بلا يو يصون نقل حركي واو كا كان واتا عين الفعل بلا يفعل فعلك مو بيصون يبيع شروة واعتلالهما بالنقل فقط ويخاف يهاب ويعتلالهما بالنقل والقلب يعني سمن وبيش تلم كره تريش تمتو شو داني شم تادر سك بيا نسم بيا نعلم رام تو لما لو أنا خو ما ندو ناك أي بلي بابا من الرسالة شو يعني ما مسا كقصي بوكر دم عسني صار نكتي بيا بشر رولا جان تحضير ومطالعة زور ضرورية ما مسا مهدي ما مسا يا زاني أو طلبي تحضير كاتشون أو طلبي تحضير ناك كاتشون يخافوا يهابوا أصل كي يخوفوا يهوبو يهيبوبو يخوفو واوية يهيبو يائية بويضي اعتلالهما بالنقل والقلب نقل قلبه شو النقل قلبه
يخوفو نقل حركي واو كلاب ولا يخيك بوبا يخوفو يخوفو جاو سبي معنا ام جايه هي بو كلابا يا هيبو الان الواو الان ساكن وين بيوتين الان ساكن دار اصل متحرك يعني لا اصله دار اصل يعني لا اصله الواو الان ساكن الياء الان ساكن دار اصل متحرك يعني في الاصل متحرك وما قبلهما مفتوح قلبناه الفا هنا الواقع اخوي قاعده كانها تدل له شنجي توك وكرد بيا خوف واو ساكنه واو متحرك نيه لما تمنى واو يبي متحرك من ما قبل ان مفتوح بنام جاء قلب ابن ليقول لا ساكنا بلا مثل او بيانو يبو دوزنون الان ساكن ده الاصل ده الاصل متحرك وما قبله ما مفتوح قلبناه الفا باش ابرام بيانو سر شرح وتقول في الياء باع 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 تاكوتاي والاصل بيعنا وبيعت وبيعتما او ارونا وبيعتم ما اوكوتون مفردكو يعلال كرباع بيعو كرباع ما نجبها ما ان شاء الله بيعتم وبيعتي وبيعتما وبيعتن اصلا كان او ابو بلام قران كاريان بسرهات وبيعنا نقل الى فاعل المكسور شلون قران كاري بسرهات قاعده كمان خيون دولة بيشو وتمان اگر يائيب نقلكن بولاي فاعله اگر وايب نقلكن بولاي فاعله لرا نقل الى فاعل مكسور العين نقل انا كاين بولاي فاعله بيعتم بيعتم ام جات شي لك ان نقل حركي بيعتم نقل حركيه كاين بولاي بيك متى بيعتم جاء التقاء الساكنين رؤدا لنيوان يك وعينك دا يدا ما وكك حرف الا لا بين خوينا خوش مشك جاري كوجين بيعتم باش ابرام ايه وانظم في هذا وانظم وايا تربولين الى ايوا ايش ثاني بري وانظم ها وانتظم اوجو انت لو والله لا دائما انظم لا وانتظم زور جوان وانتظم في هذا السلك يا وانظم في هذا السلك هل دروس ابوكو ام نسخي لايمن يعني تو خود بخرا ام سلك وامثال ذلك يوني امانة مما هو مفتوح العين او ايك مفتوح العين بخلاف نحو خاف وهاب خاف وهاب اصلكي خوف وهيبب وطال اصلكي طولب فانه خاف خويف وهاب هيبب وطال طولب فانه لا نقل فيها الى باب اخر نقل ثاني باب هتر خويف هيبة طولة نقل ثاني شو نجيب ايش تشخل معنا ما تقول خفت والاصل خويفت خويفت نقلنا خفت والاصل خويفت فرق شي رود يعني ما خفت بي خويفت بي فرق شي مهم ان ما اعلى لك يا خفت بي يا خويفت بي خفت بي فرق شي والاصل خويفت نقلنا حركة الواو الى الخاء ام جاء التقاء الساكنين رويدا على بيني واو كوفيك واو كما لا بل معي وخفت هبت شروا والاصل هيبت وطلت والاصل طولت فأعلت بنقل حركة العين الى ما قبلها ثم حذفت العين لالتقاء الساكنين امرونا درس بيشوش خيرمان واعلم ان طريق النقل هو مذهب الاكثرين طريق النقل مذهبي زوربي علماء ولبعض المتأخرين فيه كلام آخر يطلب من كتبهم هند المتأخر كان قصيت لي شتيا كان فيها مشي هي وتنسخي هي أم مطبوعية قوله ولبعض المتأخرين كلام إلى آخره مراده ابن الحاجب والشارة فردي ومن تبعهم محاصل كلامهم أنهم قالوا الضمة في باب الصنت والكسرة في باب بعت يؤتى بهما من الخارج فرقناك رجا أتي يا يؤتى فرقناك يؤتى بهما من الخارج بعد حذف العين دلالة على الواي والياء أما نرى أن خارج أو هنين أما إن شاء الله النخل النخل ماك ومش تلاقني أو بوخو ما نبو مزولكين وإذا بنيته أي الماضي من المجرد إذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع فيك مكسورك أي من مفتوح العين
ومضمومه لمفتوح العين مضموم ومكسوره واويا كان او يائيا يعني ما دام كيف مبني المفعول ابي فعل فعلك مكسور كي لهم يانا واوي بي يعني يئي عليه الصينة صين يعني بار يزرع أصلا كي صوينا بوا صوينا نقلنا حركة الواو إلى الصاد مبصيونا ومجابوا بصينا وما على لك من خير ويعتلاله بالنقل والقلب لأن أصله صوينا فنقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد إسكانه ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها هل أويك باس ما نكد وإنما لم يذكر حذف الفاء حذف حركة الفاء لأنه لازم من نقل نقل الحركة إليه أي بو باسي أو ناكا كحركة صاد كمان لا بردو كضمي على باكم مالو في أي شهر زور إذن لازم أو فعلم بالالتزام تو ما دام صاد كمان مكسور كل معنى يوا ضم كي خوي ودر كل بيعايش أكلت بويعة يعتلاله بالنقل فقط بويعة بويعة عفوا نكبة وأنا بي يعتلاله بالنقل فقط لأن أصله بويعة نقلت كسرة الباء ياء إلى ما قبلها بعد حذف ضمته هذه هي اللغة المشهورة وفيه لغتان أخريان بلام بيع بيعوصين دو لغة تريش تايا لغة كان أخيان ديتو صون وبوع بو هردو كان صون وبوع بالواو وبحذف حركة العين حذف حركة عينك بكل هردو كان الصون وكو خوي ماوتو إعلاله بالحذف صوين تشيليا كان نقل حركة وحذف حركة وكاء كان بيت الصونة بس لحذف الحركة فقط على لك بس بويعة تشيليا كان نقل حركة حذف حركة ياكاء كان بيت بويعة كبوبة بويعة أم جعلن الواو ساكن ما قبله مضموم قلبنا الياء ساكن ما قبله مضموم قلبنا واو رونا بوبة بوعة ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوعة فاشتريته وش عليك هذا ابن عقيل شهنابتي شاك برا كانم وبحذف حركة العين وقلب الياء واوا هنا لبوعة لسكونها وانضمام ما قبلها وهذه عكس اللغة الأولى لغة الاشتياء الإشمام للدلالة على أن الأصل في هذا الباب الضم جاء حقيقة إشمام مان فعل إشمام شيء أن تنحو بكسرة الفاء الفعلي نحو الضم إما نارين بيعة نارين صينة فاء الفعلك أخوانين ولا بين الضم وكسرة بويعة نازم بخوانا بمناو تلمن صونانية صوينة صوينة بويعة. خلاص أخوي إشمام ولا تجود هاي على لفظي ضماء كي بس بليو ودنينا بس دنكي. أمر دي أوادات وجوي لي بقدر. ألا فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا أو يساكني بيعة توز برواو أي بيعة بويعة. إذ هي تابعة لحركة ما قبلها تنجي تابعة بحركة ما قبلك يا أخوي وهذا مراد النحاة والقراء أما مراد النحاة قراء لا ضم الشفتين فقط أو يمكن تجد كيف ما نواله أجل خماسة يقول تصيب في عمر يوسف تأمن أبيعا أخد أم لقال أواني أم لقال أواني لا ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء كسرا خالصا توبلي بكسري خالص بلي بيعة بلام هرب دمي بولو الكو بيعة نوالا مالواني علي ابي حركة كيش بقوري لا ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء كسرا خالصا كما في الوقف ولا الاتيان بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة ضميش خالص ييش ساكن لدواي به وكو بيعة يا صوينة كما قيل اولا اشمام وين ولا اوجني لانه هنا حركة بين حركتين اشمام ليرى حركيك لبين دو حركة الضم والكسر كالضم وكسر بعد حرف بين الياء بين الواو حرف كيش لبين واو يا بخنر نكتنا ضم الشفتين فقط ام مخالفي تابع اشمام لتجويد جاء يا اذا اما راي تفتازاني او راي اوانا نازانم كامل أخوة إتناتوان من جلم ما خلافي أوي تجويدك خلافي أوي أي من سيوده
بلى. وتقول في المضارع يصون من الواوي ويبيع من الياء، واعتلالهما بالنقل أي نقل الضمة الواوي وكسرة الياء إلى ما قبلهما، إذ الأصل يصون ويبيع كينصر ويضرب، ويخاف من الواوي من الواوي ويهاب من الياء، واعتلالهما بالنقل والقلب. أما النقل فهو نقل حركتي الواوي والياء إلى ما قبلهما، قبل نقلك، فإن الأصل يخوف ويهيب كيعلم، وأما القلب فهو قلب الواوي والياء ألفا لتحركهما في الأصل إسجنا وانفتاح ما قبلهما حملا للمضارع الماضي. باكم أجر قاعدة كشتي أن هاتبة دي ما دام لماضي أكرا ولا مضارع شايكين حملا للمضارع على الماضي. وأما وإنما مثل بأربعة أمثلة لأنه إما واوي أو يائي، والواوي إما مفتوح العين أو مضمومه، واليائي إما مفتوح العين أو مكسوره، واعتلال المبني للمفعول من الجميع بالنقل والقلب. بلام لمبني المفعول لمضارعك يا لهمو يانا لواوي يائيا لمفتوح مكسورا نقل قلب تيايا يصان أصلك يصونو يصونو نقل حركي واو كم كبلا يصادك أبو يصون أم جاء الواو الآن ساكن ده الأصل المتحرك خلبناه ألفا صار يصان أوان تريش يهروا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. درسك توك مجبو بس خينا ما عندوين.